منذ سنوات تصل عهد الليلة بالنهار في سبيل إعالة أبنائها ونساء منطقتها، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والحاجة الملحة التي فرضت على النساء دخول سوق العمل مع غياب المعيل. أنا أم الأيتام وبدأت عملي ضمن المركز من حوالي 4 سنوات، لكن أنا في مجال العمل من أكثر من 15 سنة. حبيت أنه أفتح المركز تدريب مهني للسيدات لتمكينهم مهنيا. نعرف كلياتنا أنه إذا الرب عمل رب أسرة واحد اشتغل مستحيل تقدري تعيلي أسرة كاملة، ما في حدا بياخد فرصة حدا. الرجال لهم أعمالهم اللي لا يمكن للنساء أنه ممكن هي تشتغلها، في عنا أعمال كتير بدها قوة بدنية، وفي أعمال ممكن أنه السيدات تشتغلها وممكن للرجل كمان يشتغلها، كانت مكتبية أو ضمن مجالات التاني بالمنظمات. وفقاً للمرصد الاقتصادي السوري، تضاعفت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل من 13% عام 2010 إلى 26% عام 2021، في حين انخفضت نسبة الذكور في سوق العمل قليلاً من 76 إلى 72% خلال الفترة نفسها. تختلف المهن وتتشابه وجهات النظر ما بين عهد وسارة، إحدى المتطوعات في الدفاع المدني السوري، حيث تؤكد على ضرورة عمل النساء ووجودهن خاصة في المراكز الصحية والحيوية لمساندة الرجال وإعانتهم. سابقاً كنت أشتغل بمجال التمريض لمدة سنتين، وحالياً صار لي 6 سنوات بالدفاع المدني من 2018، أم لأربع أطفال. الحاجة أو الدافع اللي خلاني أشتغل أن يكون سند لزوجي في ظل هذه الظروف الراهنة. نحن استجابتنا في ظل نحن كمجتمع محافظ أكيد بيتطلب وجود المرأة. سابقاً كان عمل المرأة كتير محدود، كان بيقتصر على الأعمال مثلاً التمريضية والتعليمية فقط، ولكن بعد الثورة صار في انفتاح أكثر، صار عمل المرأة على أوسع نطاق. صرنا نشوف المرأة في مراكز إزالة الزخائر والـ UXO، صرنا نشوفها ضمن عمليات المراقبة والتقييم. على مدار 12 عاما الماضية، فرض تدهور الأوضاع المعيشية على كثير من النساء العمل، حيث بلغت نسبة العاملات فقط في الدفاع المدني ما يقارب 381 امرأة. تضاعف عدد النساء اللاتي يعملن في إدلب بعد سنوات من الحرب، خلفت العديد من الأرامل واليتامى، أجبرت النساء على دخول سوق العمل وتحمل المسؤولية بدافع الشجاعة والحاجة إلى كسب العيش وتأمين مستلزمات أسرهن. سيلا الوافي لتلفزيون سوريا، إدلب.